مجال التغذية أو علم التغذية مجال كبير أوي وواسع، ويعني مهما دخلت وأبحرت يعني محتاج يعني وقت طويل إن أنت تقدر تفهم وتعي، خاصة لما الواحد حتى بيحاول يقرأ. يعني إحنا مش مختصين بنحاول نقرأ، بنلاقي في حاجات كتير عليها جدل وحاجات كتير إحنا عمرنا ما هنعرف نفهمها، وحاجة داخلة من حاجة واستخداماتك اللي فيما كل تتناوله يعني فيها يعني قضايا كتير شائكة. فدايما زي ما بقول لحضراتكم، لما بيكون في حاجة ممكن هي يعني بتخص يعني حياة الإنسان وصحة الإنسان، فلازم يكون اهتمامنا بيها بشكل مبالغ فيه، بأن احنا نرجع للمختصين، نرجع للخبراء اللي هو ممكن يفيدنا ويقول لنا ده صح وده غلط. دي الناس دي اللي هي يعني درست وأفنت عمرها في الدراسة والبحث عشان تصل لده اللي هو تقول لنا عليه. ما نروحش نجري وراء يعني أي معلومات ممكن تكون وهمية، أو إن ممكن زي ما أنتم عارفين، أو يا ريت الناس كلها تعي وتعلم ده، إن الناس اللي بتسعى وتلهث بأن هي تشير كتير علشان في الأول في آخر دي مكاسب معينة ليها، يعني خط كده معين وسكة من قدر على قدر التشير، ويعني وإن إحنا نودي قد إيه ونعمل قد إيه والرقم يكون قد إيه، ليها حسابات أخرى، لكن هي فعاليتها إيه ممكن تكون مضرة جدا. النهاردة يعني بيشرفني في الاستوديو دكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا وكالعادة ومشكورا يعني لا تأخر عنا أبدا. يعني العفو دكتور، في بداية الحلقة كنت بتكلم عن احنا عندنا طبعا يعني احنا اتكلمنا في ده قبل كده، بس خليني اشير واعرج عليه سريعا. فضل. ان مازال يعني مازال احيانا تجيني فيديوهات انا بشوفها واكيد ناس كتيرة بتشوفها، فيها معلومات احنا مش عارفين حتى اللي هو قاعد بيتناول المعلومات دي او اللي هو بيتكلم في الموضوعات دي هو مش مكتوب التايتل بتاعه ايه، او هو مثلا وظيفته ايه، او هو طبيب ولا مش طبيب، دكتور في كذا او في كذا. منها معلومات زي ما قلت في بداية الحلقة عن مثلا ان مثلا زي نعالج الفشل الكلوي بطريقة اخرى خالص غير الغسيل الكلوي، زي نعالج السرطان بمشروبات بالاعشاب، وازاي ان احنا يعني مش عارف ناخد ايه علشان يدينا مثلا باور نقدر نعمل بيه كذا وكذا. اولا بداية عايزك بس تشير لدي يعني سريعا، وهندخل بقى في موضوعاتنا التانية. انا عايز بس اؤكد على اللي حضرتك تفضلت بيه، لان يعتبر هو ده الدعامة الاساسية، وهي القدرة على الفرز والتمييز ما بين المعلومة العلمية وما بين العرض الإعلاني. لازم نمرة واحد يكون أشوف ما هي المرجعية العلمية اللي الفرد بيتكلم ده بينتمي إليها، عشان يبقى في جهة مسؤولة عن اللي هو بيقوله، مش مجرد أي كلام. نمرة اتنين، الكلام في موضوع التغذية بوجه عام زي ما حضرتك تفضلتي، وأنا أشكرك جدا على الجزئية ديت، لازم الجميع يعي. في ناس قطاع كبير قوي من الناس متصورة ان التغذية شغلانة بسيطة او ظريفة او سهلة او حاجة كده محبوبة. التغذية من التخصصات اللي ما ينفعش فيها وان مان شو. التغذية علشان انا اقدر احكم واقول على نتيجة غذائية سليمة لمجموعة ما، انا محتاج عديد من التخصصات تكون موجودة. محتاجة الطبيب عشان يشخص لي الصح، محتاجة الكيميائي عشان يقول لي الغذاء ده مكوناته ايه وايه وايه وايه، محتاجة الزراعي عشان يقول لي الغذاء ده امن ما فيهوش مبيد ولا مزروع كذا ولا محطوط له مخصبات ولا ولا ولا، محتاجة اخصائي التغذية عشان يقدر يصيغ لي الكلام ده ويترجم لي المعلومات ديت في اسلوب وجبات ظريفة بسيطة يتناولها المستهلك العادي. تمام. فالقصة مش مجرد معلومة تيكاواي او معلومة في كبسولة او حاجة ارميها والناس تاخدها تنفذها. سمعنا كلام كتير. وبعدين في شيء تاني مهم جدا جدا، التغذية كعلم له اسس وقواعد تم تصنيفه والاعتماد على مستوى العالم سنة 1923 ميلادية. قبل كده ما كانش فيه حاجة اسمها علم التغذية، كان مجرد مجال اهتمام الناس بتهتم بيه. وبناء عليه فهو علم حديث،
اما بقى علم حديث ابتدت تحصل تسارع كبير جدا في الابحاث علشان تطلع بنتائج. النهاردة يا فندم المعلومة اللي بطلع اقولها للناس باجي تاني يوم اعتذر عن نصها واعدلها. وحضرتك عملت ده معانا كتير في يا فندم. الزبدة والسمنة بالظبط يا فندم بالظبط. رجعت قلت ان السمنة اكتشف كذا بالظبط. فكل يوم لازم نقرا الجديد عشان اكون اب تو ديت عشان كل الابحاث والدراسات الجديدة بالظبط كده. يعني اسمحي لي في ناس بتبقى قاعدة فاضية يعني ما جراش حاجة هم بيرغوا بس وهم براحتهم ما فيش مشكلة يقولوا اللي هم عايزينه. بس أنا كمستهلك أنا كمشاهد أنا كمستمع أنا كقارئ أين عقلي؟ أين قدرتي على الفرز والتمييز بالمعلومة اللي أنا بسمعها؟ يعني إيه يجي أنا بسمع أسئلة غريبة بيجيني أسئلة غريبة والفيديوهات اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي في ناس بتبعت لي تقول لي رأيك فيها إيه من غير ما تسألني شوف مين مرجعية اللي بيتكلم علشان بس تبقى المعلومة مظبوطة بدل ما ياخدنا في حتت بعيدة. حضرتك يعني لازم اتحرى الدقة لازم اكون عارف الموضوع دوت يجي ازاي وبعدين مفيش حاجة على الاطلاق اسمها كده ده كل حالة بحالتها. يعني ما ينفعش اقول واحد بدل ما تغسل كلى اعمل كذا لمين مريض الكلى ده اللي هو مين اللي سنه ايه اللي حالته ايه نسبة البولينة في جسمه قد ايه مستوى الميه اللي بقت في الرئه قد ايه ميه ايه اللي انا هتلف بيها ولا بطانيه ايه اللي انا هتلف بيها احنا كده بنهزر. فبص حضرتك يعني اين العقل اين العقل. وبعدين حضرتك تفضلتي في المقدمه قلتي الوعي البرنامج بيهتم بالوعي وهي دي حقيقه. عايزين نقول للناس من فضلكم من فضلكم لو سمحتوا وده اللي انا شخصيا بحاول اعمله انا بقرا على الاقل 6 ساعات كل يوم عشان اعرف اجيب الجديد لاني بتسال اسئله في منتهى الخطوره تمنها قد يكون حياه انسان لو قلت اجابه غلط. صحيح. عايزين نقول للناس من فضلكم على قد ما تقدروا حاولوا ما تعيوش حاولوا اعتمدوا على السيستم الحياتي المظبوط نمط الحياه الصح النظام الغذائي السليم. ما ينفعش اعك في حاجات ما ينفعش فيها ابوظ الدنيا علشان يعني الايام مش ظريفه. صحيح. والمرض النهارده مكلف وغير المرار بقى وانا يعني بضم صوتي لصوتك يا دكتور كتير بقول لربنا يعافينا اصلا من المرض بالظبط كده يعني عشان كده من هنا بقول للناس لو سمحتوا افرزوا ميزوا المعلومه الالتزام بالنظام المظبوط بالمعلومة العلمية الحقيقية وأشوف ما هو مناسب للحالة بتاعتي ما خدش حاجات على عنتها. كلام كتير بيطلع من ضمن الأسئلة اللي جاية لي بيجي لي إيه رأيك في النظام الغذائي بتاع نقص الوزن اللي معتمد على فصيلة الدم. دي ناس بتضيع في وقت ناس بتهزر. يعني إيه فصيلة الدم؟ في حاجة اسمها كده؟ في حاجة اسمها أنا طولي إيه ونشاطي إيه وحالتي الفيزيولوجية إيه معدلات حرقي إيه شغلي ايه صحياني ايه نومي ايه على ضوء الليله دي كلها حالتي الصحيه وتاريخي الصحي والمرضي الاهلي الامراض الممكن تكون موروثه في الجينات كل ده على ضوء بيتفسر النظام الغذائي مش على فصيلة الدم. احنا بنهزر. فيعني الفرز والتمييز صحيح. اتفضلي يا فندم. يعني في اول اسئلتنا اللي انا يعني عايزه اطرحها لحضرتك قبل ما ناخد اي مداخلات او اسئله استعمالنا يا دكتور اليوم يعني في حياتنا في اي سيده واستخداماتها في المطبخ مثلا زي ما قلت في بدايه الحلقه الامهات اللي هم ما زالوا بيستخدموا الالومنيوم. الالومنيوم ممكن يبقى فيه احيانا خروم سودا. هل مثلا تقول لك طب الالومنيوم انا مش هرميها مش هعملها يعني بداية الأدوات الفخار اللي هو دلوقتي موجود وبس تمام. شكله مختلف كده في لمعة شيك. ايوه شيك. أيوة. حاجة يعني حاجة أيوة. فخمة. وفي بقى يعني في أنواع نزلت جديدة الجرانيت والسيراميك والبايركس طبعا الستانلس موجود من الأول. إيه نستخدم إيه جوه المطبخ؟ سؤال كويس أشكر حضرتك عليه. الله يخليك. وأقول للسادة المشاهدين من فضلكم الحلة الألمونيا المنقرة اللي أنا هستخسر تمنها هستخسر أرميها النهاردة عشان أجيب حلة ألمونيا برضو ألمونيا مش هجيب غير الألمونيا طالما أنا دي إمكانياتي
اللي هستخسر اجيب الحلة الجديدة انا هدفع ثمنها 10 و20 و100 ضعف غير المرار اللي انا هشوفه مع المرض. علشان ببساطة الدراسات وضحت ان اكسيد الالومنيوم كارثي على الرئتين على الجهاز العصبي ثم منشأ لبعض الاورام السرطانية وفي النهاية هو معدن من المعادن الثقيلة فبيبقى يعتبر احد الاسباب الرئيسية للفشل الكلوي او تضرر الكليتين. يا الله. فببساطة شديدة بنقول لهم اشتري حلة المونيا ما جراش حاجة استعمل حلة المونيا بس ولا حتى يقولوا نظيفة. مثلا يقول لك دي مش هعمل فيها صلصة ولا تعمل فيها شوربة ومش عارف ايه ما ينفعش استخدامها خالص ما تستخدمش من اقرب من فضلك لا هات حلة المونيا واطبخ فيها هي دي امكانياتي ايه المانع ما فيش مشكلة بس من فضلك طبخت فيها الطبيخ بعد ما طفيت استوى وطفيت برد لمدة ساعة خلاص فضي منها ما يستناش فيها لأن معظم الطهي بيبقى حامضي الوسط الأحماض بتتفاعل مع الألمونيوم تبتدي هي تاكل الألمونيا تبتدي تنقر ده دليل على أن أنا سبت فيها الأكل المطهي أو بيته فيها وربة البيت تقدر تلاحظ أن الحلة الألمونيا اللي بات فيها الأكل أما تيجي تفضي الأكل تلاقي حز لونه غامق داير بارتفاع مستوى الأكل اللي كان موجود جوه الحل فبنقول لهم من فضلكم فضوا الكلام ده في أي عبوة أخرى وبلاش الألمونيا اطبخ فيها بعد ما تفضي اغسلها كويس وتأكد أنها سليمة نشفها وشيلها عشان هتحتاجها تاني يوم كده تبقى أنت محافظ عليها نقرت من فضلك استغنى عنها أرخص لك يعني اول ما تعمل اي نقرة نقرة خلاص ولو نقرة واحدة نقرة واحدة لان هتلاقي فيها نقطة سودة النقطة السودة اكسيد الالومنيوم اكسيد الالومنيوم بس الناس تعرف ان هي لو هي فيها حتى نقطة واحدة كده خلاص ما ينفعش ولا خلاص. يعني بداية كده خلاص ما ينفعش بالظبط شأنها شأن التيفال اتجرحت خلصت حتى يجي يقول لك طب انا هسخن فيها مية أيوه. ايه هي طب ما المادة اللي فيها هتخش في المية وانت هتخش جسمك باي اني واي صحيح نفس القصة ولا يقلي فيها ما ينفعش كده خلاص لا بقول لحضرتك حتى لو غلى فيها مية عشان كده بنقول للناس وبرضو كي ما أكون دقيق المعلومات الدوكيومنتد اللي بوثائق اللي متاحة عندنا الكلام كتير والمعلومات عندنا ولكن اللي موثقة إن الستانلس هو آمن تمام. البايركس آمن الفخار القديم اللي مش شيك اما الشيك اللي واخد طبقه جليز المعلومات اللي عندنا ان كل ما الطبقه اللي كانت لامعه دي موجوده كل ده كان مؤشر لارتفاع نسبه الرصاص يا خبر والرصاص معدن من المعادن الثقيله زي الزئبق والكادميوم والزرنيخ وي 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 اذا يساوي فشل كلوي يا خبر. لصالح مين اللي هو ده هو ده اللي احنا بنقوله ده شكل كويس اللي بيعجبنا وبنجيبه وبنقول زبادي بالظبط وبنقول ده احنا بنعمل زي الاباء الاولين أيوة. لا هات السلطانيه الفخار او الانيه الفخاريه اللي شكلها مش عاطفي اللي بتبقى عند الناس اللي بتوع القلل بس ما بقاش فيه موجود دلوقتي لا موجوده بس محتاج نروح منطقه بابليك شويه ونلاقيها فيه وفي زيارة وفي قلل وفي كل شيء والله ايه طبعا موجود كله موجود يعني اللي هي الفخار اللي احنا فرحانين بيه ده ما ينفعش بيجيب فشل كله طبعا ما ينفعش دي المعلومات الله. المتاحة عندنا يا الله طب يا دكتور حضرتك قلت البايركس وقلت الستانلس طيب. دول الامنين الالمونيا امنه لو نظيفه وما سيبش طب فيها طب والسيراميك والجرانيت ما عندناش تحت ايدينا ما يفيد بهذا الكلام انما ولاد عم التيفال يعني لو خربشوا بالظبط يبقى نخلينا في الستانلس احسن يبقى خلينا في الستانلس والبايركس اكثر امانه يعني البايركس بيتكسر بالظبط خامه والشاذة ضاره صحيح والشاذة ضاره انا ضامن ان مفيش تفاعل خلاص ممكن تجيب على قدها بالظبط نجيب على قدنا صح استاذنك بس ناخد اول مداخله اتفضل يا فندم معانا عمرو منين؟ معانا عمرو من القاهره الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا حابب الاول ارحب بالدكتور دايما بنستفاد من معلوماتك والله ويعني منورنا دايما الله يخليك اتفضل يا عمرو انا استفسري بعيد عن الموضوع شويه انا كنت السؤال اللي انا نفسي افهمه بوضوح اكتر حوار المكملات الغذائيه
اللي بالنسبه لو واحد مثلا بيلعب رياضه كمان اجسام او اي رياضه بيبقى الاكل نفسه الطبيعي سواء فطار غدا عشاء مش بيكفي الجسم، يعني انا بعمل مجهود اكتر شويه فانا ببقى مثلا ساعات مش قادر اكل، فبروح جايب مكمل غذائي يعني اللي هو برضو ايه باخده فتره واقفه فتره وحاجه زي كده، يعني اللي هو يعني زي البروتين وال يعني اللي هو زي بروتين او اي حاجه مكمل غذائي يعني. طب البروتين ده يعني مش ليه شكل معين بس نسال عليه الدكتور يعني؟ مكمل في مكملات غذائيه مخصوصه اصلا للجيم بتبقى جايه من بره يعني. تمام. المكملات الغذائيه دي هل ليها طريقه معينه ممكن ما تاذيش الجسم على مدى طويل ولا اخدها فتره واوقفها ولا ما ينفعش خالص؟ تمام يعني ده كان سؤالي اللي هو يعني تعالى حكايه سهله اساله في حاجه دكتور. لا يا فندم. طيب هيرد عليك يا عمر، يعني هو ده بتسال على ده، في حاجه تانية بتستخدمها في الجيم؟ طيب بشكرك يا عمرو، هو بيتكلم عن اللي هو العلب ده لا نتعامل مع الكلام ده. الحاجات ديت هتساوي عبء على الكليتين وعاده بيكون فيها مركبات بتاثر على الهرمونات الذكريه. عشان كده بنقول ان مفيش حاجه اسمها، معلش وجايز الاستاذ عمرو ما كانش واخد باله شويه بيقول ان الاكل مش هيوفي احتياجاتنا، لا مين قال. وبعدين احنا بنقول بنعمل مجهود يعني النشويات. كون ان انا ممكن احتاج مغذيات عاليه شويه انا اقدر بدل ما اخد بضايع اخد اتنين، بدل ما اخد كوبايه لبن اخد كوبايتين، كميه النشا بتاعتي هزودها فقط. هم بقى عايزين الشباب عايزين يعملوا، هم عايزين يعملوا جسمهم، يبقى هم مختارين حجم عضله. يبقى ما يختارش هو كده، مش مختار صحه، يبقى براحته ما يسالناش. يعني هو الشكل اللي هو ده بالظبط طبعا ده مشكله. طب الشكل ده يا دكتور ممكن يعملوه بالاكل؟ الاكل العادي؟ لا. ناخد بالنا من نقطه مهمه جدا، ان كل واحد تبع للخريطه الجينيه بتاعته في شكل عامل الهيكل بتاع جسمه مش هيعلى عنه، هو عايز يوصل لشكل معين. يبقى كده هيضطر يستخدم طرق غير طبيعيه، منها المكملات الغذائيه. اي بقى اللي بتسمى مكملات غذائيه؟ اي مكملات اللي هي العلب الباودر اللي بتفرش كتير، كلهم زي بعض، ولاد عم بعض، ما نقدرش نقول كلهم زي بعض انما ولاد عم بعض، في النهايه شيء مش طبيعي وشيء له سلبيات عليا، بيؤثر على الكليتين، على الكليتين اولا ثم الهرمونات الذكريه ثانيا. وعلى فكره الكلام ده معروف، يعني ممكن تسبب عقم للشباب؟ لا، ما تعمل ضعف جنسي مش كمان. ده مشكله كبيره يعني، يا ريت والله الشباب كلهم يسمعوا راي الدكتور في ده. هم يعني الشباب الصغيرين بيبقوا فرحانين بالشكل، بس الثمن غالي قدام شويه. طب على ايه دكتور، على مدى يعني ياخدوا قد ايه مثلا؟ تختلف من واحد للتاني في استعداد التاثر بيها. وبعدين حضرتك ما ننساش ان النهارده الشباب يعني ما هوش 100 وقدرته المناعيه يعني مش 100 ان هو يقعد له مثلا 10 سنين على بال ما تاثر فيه. لا ممكن لا. تؤثر فيه بسرعه. طبعا ببساطه شديده. هو طب ممكن حد يقول من الشباب انا هاخدها بس لمده كام شهر؟ هتعمل له ايه؟ ولا حاجه، مش هتعمل له حاجه. مش هتعمل له حاجه، لان بعد ما هيبطلها جسمه يرجع تاني. ده غير انه يرجع، هو اصلا هيبتدي يتضرر. يتضرر، هو عايز يعمل شكل معين. طب ماشي، بس الثمن الاجهزه الداخليه الثمن غالي. لا طبعا، ويعني مع اي مدى زي ما هو كان بيسال حضرتك، بيقول لك لو انا اخدته لمدى قصير يعني برضه هو اصلا مش هيعمل له حاجه. مدى قصير مش هيعمل له حاجه وهيضره. ما هو محسوب عليه، اللي داخل الجسم محسوب عليه. اولا عبء على الكبد لان هو في النهايه بياخد بروتين. عبء على الكلى لان الكلى بتخرج نواتج هضم البروتينات. عبء على قدراته الجنسيه. طب وليه ربنا يسلمكم يا رب، يسلم كل شبابنا. يعني انا بتكلم على الصح. انما كل واحد حر يعني بكل اسف مراكز الجيمات منتشره قوي فيها، والشباب الموضوع ده يعني مستهويهم. بس يعني رغم ان سعرها غالي بالظبط، ما هي اصل القصه بيزنس. هو حتى هو لسه بيقول هي كلها بتيجي من بره. طب ما سالناش نفسنا احنا ليه ما بنصنعهاش هنا واحنا صغيرين؟ نفرز ونميز. للاسف يعني يا ريتنا نعي. وانا معانا مين؟ معانا ابتهال من الجيزه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا استفساري خاص بزوجي. هو زوجي من الناس اللي ما بيحبوش يروح دكاتره، ولا يعني كل كلامهم عن طريق يفحص سيرش على النت ويعالج نفسه بنفسه.
وطبعا دي معاناتي معاه. المهم المشكله عشان بس وقت البرنامج هو بطنه من اقل كميه اكل بيتخنق وبيتكتم نفسه وبيتنفس بصعوبه وتعرق شديد واجهاد. وزنه 120 كيلو، حاول ياخد ادويه اللي هي بتبقى غير مصرحه تبع وزاره الصحه اللي بتتعلن عنها. لما عمل سيرش قال ده دوت كسور في الغده الدرقيه. انا دلوقتي لما جه خد دواء الغده الدرقيه وبحث عن اسمه وخده حصل له همدان وارتفاع جامد في الحراره. المفروض دلوقتي احنا نتوجه لطبيب ايه؟ والمفروض ايه النظام الغذائي او حاجه اللي نعملها بحيث ان احنا الاثنين نتعالج في الموضوع ده والتنفس اللي بيتكتم جامد ده وانها جامد. ارجو نصيحه حضرتك. طيب هيرد على حضرتك. انا على ما جبت السمع ان في خلل في الغده الدرقيه. هو زوجها ما بيحبش يروح لدكاتره، بيدخل على النت ومثلا يكتب مثلا هو عنده احساس بكذا فيطلع مثلا ده احساس بالغده الدرقيه او عنده مثلا مشكله، بيجيب الادويه اللي هي بتاعت التخسيس ياخدها مثلا عشان هو وزنه 120 كيلو، جاب دواء غده درقيه وخده فحصل له تعب وحراره وكده. يعني عشان انا اخد ادويه بتاع الغده الدرقيه وانا ما عنديش غده درقيه يبقى انا بهرج. ده هو كده بيدمر نفسه بالذات الغده الدرقيه. وبعدين انا مش عارف في حاجه اسمها دواء تخسيس، انا ما اعرفش الناس بيجيبوا المصطلح ده منين. ما كانش حد غلب لو في دواء تخسيس. لا ممكن الادويه اللي هم بيعلنوا عنها اللي بتزود الحرق. برضه فين العقل والفرز؟ ما فيش حاجه تخش البق تنقص وزن. بنضحك على نفسنا. ولا تزود حرق ولا مفيش كلام من ده خالص، ده يزود الحرق. هو كده خد حاجه بتاعت الحرق ما بقاش قاعد على بعضه. هتلاقي اللي عنده زياده حرق ده يا جماعه على ما بنسمع من اساتذتنا بتوع الغدد ما بيبقاش يعني، ده بيبقى مره واحده تلاقي ضربات القلب بقت سريعه جدا، ما يعرفش يوقف في ضربات القلب، يبقى ممكن يموت فيها. مره واحده نهجان، مره واحده يبقى مش طايق نفسه، يبقى مره واحده يصعد من طوله ويغمى عليه. يعني ده اللي عنده زيادة حرق؟ اللي عنده زيادة حرق بيبقى حاجة فظيعة. طب ما هما بياخدوا دواء عشان يزود الحرق. لا مفيش حاجة اسمها كده، ده أما يكون الحرق ناقص. إنما اللي بياخد حاجات تزود الحرق وهو ما عندوش مشكلة، هو ما عندوش مشكلة، دي مشكلة دي كارثة. عايز أقول ده أنا دايماً بقولها، ده أم كلثوم الله يرحمها دفعت وزنها فلوس عشان تظبط الحرق ما عرفتش. احنا بنتكلم في ايه يا جماعه؟ عشان كان عندها طبعا مشكله. طبعا كان عندها مشكله بعد عنك الغده الدرقيه. هي الغده الدرقيه هي دكتور هي المسؤوله عن الحرق؟ اه بالظبط. مسؤوله عن يعني زي البني ادم ممكن يحرق كل المكونات اللي ده مش كده وبس، هي كمان مسؤوله عن توازن كبير في الجسم، منها ضربات القلب، منها سرعه النفس، منها حاجات كثيره جدا جدا. فالموضوع مش هزار يعني. طبعا هو الاخت اللي اتكلمت يعني الاستاذ جوزها بيلعب بالنار. طب بيلعب بالنار. هي بتقول لك تتوجه لاي طبيب بقى؟ لازم يروح لحد يعمل له ريجيم نظام غذائي زي الناس. سليم، مفيش حاجه تخش البق تنقص وزن. وزنه زايد يعني معناها هيتظبط له اكله تبعا لحالته، نشاطه اليومي، مواعيد صحيانه ونومه، طوله، سنه، حالته الفيزيولوجيه. طب هروح لدكتور الاول لطبيب علشان هي بتقول لك تعبان. ده لازم يتشخص صح، لازم يروح لحد بطنه. بطنه طبعا، هو لازم يروح لحد بطنه وبعد كده وبعدها عينينا احنا الاثنين. يعني ممكن يتوجه للدكتور مجدي. كل البيانات ديت لازم يعمل نشاط ويبقى في نظام غذائي. لازم. تمام. معانا مين؟ معانا صفاء من القاهره. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. اتفضلي بس وطي التليفون التلفزيون يا صفاء. اوكي انا بعيد خالص في اوضه ثانيه. طب اتفضلي. اتفضلي. هو انا ليا ابن عنده 5 سنين ونص، من اسبوع كده تقريبا بقت معدته بتلتهب كل ما ياكل اكل يعني. فرحت للدكتور، فالدكتور قال لي لو سمحتي قال لي اعملوا له تحاليل وكده. عملت له التحاليل بس. طب معلش حاولي تبقي تتصلي بينا تاني. طيب يعني لما تعودي اتصال بس نلحق ناخد برضو سؤال كده من الدكتور مجد. احنا قلنا يا دكتور اتكلمنا عن الاواني واتكلمنا عن استخدامات، استخدام بقى الميكرويف، استخدام الكاتل، هل طالع اللي هي الحلل اللي هي بتحمر البطاطس بدون زيت الكهرباء او ممكن تشوي فيها حاجه كده؟ هو
الحلل اللي هي بزيت قليل جدا او كده، دي نقدر نقول شويه صحيه لانها بتقلل لي معدل الدهون، وده في حد ذاته شيء جميل جدا. تمام. الكاتل انا هسخن فيه ميه بس، ما عنديش مشكله. بس من فضلكم مايكرويف بلاش. لا اقول انا هسخن فيه ولا اقول ده انا هطبخ فيه، اصل انا مزنوق. الثمن هيدفع. لازم نفهم حاجه، هو حتى من اسمه واضح، مايكرو ويفز يعني موجات شديده القصر. مايكرويف ما بيطهيش بالتسخين، بيطهي بالاشعاع. اعيدها تاني. والدليل على كده ان لما بفتح باب بتاع الميكرويف وبطلع الاكل سخن نار، بحط ايدي جوه بقى بارد. صحيح. الله. اذا انا ده اتسوى ازاي؟ بقى في حته سخنه وحته بارده. ده اتسوى ازاي؟ لانه في مركز اشعاع. هو انا ناقص تشعيع. انا ناقص تشعيع. ده احنا بنقول يا رب السلامه. صحيح. اقوم اجيبها جوه بيتي وادفع فيها الافات. في ناس ما بتطبخش فيه، ما بتسويش فيه، بيسخنوا فيه. بيسخنوا فيه. هي برضه هي نفس القصه. نفس القصه. حتى العيش اللي بيسخنوا فيه، اسخن عيش في توستر، اسخن عيش على في فرن، اسخن عيش على البوتاجاز. وعلشان ما يتحرقش مني اجيب الرغيف وابخه ببخاخه المكوى ميه، لو الناس بتكوي في بيوتها يعني زي حالاتي، ابخه بخه بسيطه كده احطه على النار، تكون نار هاديه بسيطه بحيث يسخن وما يتحرقش. خلاص انا كده بقيت امن. لما احطه في الميكرويف اشربه اشعاع وارجع بعد كده اشتكي يا جماعه. وبعدين ده كان زمان اللي بيجيله فشل كلوي كل البلد بتروح تواسيه. النهارده ما بين كل بيت والتاني في حد عنده اورام. صحيح. طب يعني انا منتظر ايه بقى؟ انا منتظر واقول يعني مايكرويف. مايكرويف ليه؟ مايكرويف ليه؟ يعني طب اروح اجيب كيتشن ماشين لو معايا قرشين زياده، اروح اجيب فرن كهرباء لو معايا فلوس وهدفع فاتوره عاليه. كيتشن يعني مايكرويف يعني ليه؟ ال اسمه الفرن الكهرباء مفيش مشكلة. لانه ده حرارة. والتوستر توستر حرارة، ما عنديش مشكلة. انما اشعاع اطهي بالتشعيع، ادخل اشعاع الاكل، اطهي بقى او اسخن. لا يستعمل اطلاقا. دلوقتي بقت كل عروسة تقول لك لازم انا عايزة الميكرويف. يعني انا الحمد لله انا بجهز بنتي، ما قالتليش انا عايزة ميكرويف. لا بنتك يا دكتور حاجة خاصة. الحمد لله. يعني نطلع بالمعلومة دي ان احنا لا نستخدم ولا في اضيق الحدود اطلاقا اطلاقا، مش ولا بتاعنا، ولا في حالة السرعة الواحد مستعجل. يعني ده ممكن يجيبوه الناس اللي عندهم فلوس بحيث اما يعيوا يعرفوا يتعالجوا. يا الله. ربنا يعافينا. يعني طيب. ومن له عقل فليفهم يا استاذه يا دكتوره. معلش من فضلك. طيب في برضو يعني من ضمن الحاجات اللي احنا دايما بنتوقف قدامها التوابل. ايوه. التوابل يا دكتور يعني ما دخلت قرات فيها، يعني زي ما كنت بقول كده في المقدمه. تمام. علم التغذيه ده علم كبير قوي. تمام يا فندم. فهي التوابل اولا ان انا لما باجي اشتريها يعني ببقى مش عارفه اذا كانت هي متخزنه اصلا عند العطار ولا لا. تمام يا فندم. وهل اشتري التوابل اللي هي محفوظه كده بشركات بتعملها؟ تمام. ولا اشتري التوابل من عند العطار واشيلها في الثلاجه؟ يعني كيفيه التعامل مع التوابل، خاصه ان بيقولوا ان التوابل من ضمن الـ يعني الحاجات المهمه جدا. مزبوط. ايضا التعامل معاها السيء بيسبب امراض خطيره. خطيره بالظبط. تمام. انا اشكر حضرتك يا دكتور على الطرح دوت، لانه بالفعل ده يهم كل بيت خصوصا في مصر. لاننا بنستعمل التوابل بجرعات مبالغ فيها. وعلشان كده شكوى دائمه عندنا، كل المصريين عندهم التهاب في القولون، ما التوابل. طيب من فرط استهلاكها. وفي نفس الوقت التوابل زي ما حضرتك تفضلتي قد تكون مصدر رئيسي للسموم الفطريه جوه الجسم، يعني تسوي سرطان كبد. لانها ممكن يكون عليها فطريات. سموم فطريه اللي هي الافلاتوكسنز. طيب انا اعمل ايه كمستهلك؟ نمره واحد، ما جيبش التوابل اللي معبقه في اكياس. نمره اتنين، ما جيبش توابل المطحونه. انا مش صغير اطحنها جوه بيتنا. لان انا باخد من التوابل الزيوت الطياره. ما يمكن ناس ما فيش عندها مطحنه. اطحنها، اجيب فهون ولا صلايا زي ما بيسموها واطحنها فيها. ايه المشكله؟ والنهارده معظم البيوت عندهم الكبه الصغيره. يطحنوا فيه. نص ثمن الميكرويف اجيب بيه كبات تكفي الحي كامل. معلش. المهم اجيب من عند العطار التوابل صحيحه واكون شايفها، مش مبطشه
تكون لونها متجانس، ما تبقاش ملزقة ببعضها وفيها عاملة تكتلات، ما تبقاش شاربة رطوبة، ما تبقاش مكمكمة. وأما أجي أشتري أشتري جرعات بسيطة، ما أشتريش أنا يا فلان نازلة الحتة الفلانية طب هات لي معاك كيلو كذا، ما فيش كيلو، أنا ما بجيبش خيار ولا طماطم. يعني المفروض ما تقعدش كتير. لا خالص. يعني زي ما تقعدش كتير، الفلفل الأسود والكمون بالظبط أجيب شوية صغيرين، أجيب تمن. تمن. أجيب تمن وأطحنه وانس. ويا ريت أطحن يوم بيومه، يومين بيومين. إنما ما أطحنش وأسيب، هطحن وأسيب زيوت الطيارة ضاعت، طب أنا خد إيه اللي عاد عليا؟ ولا حاجة، أنا كده ضيعتها. زي باستمرار مثلا نيجي أما بنشتري بن، الناس تقول لك إيه عايز ربع كيلو أو 8 كيلو بن. ليه؟ لأن البن فيه زيت تيار. أما بيقعد وقت طويل خلاص بيفقد قيمته. فبيتاخد جزء صغير بجزء صغير. البن كمان؟ اه البن نفس القصة. عشان كده أي شيء فيه زيوت تيار أجيب جرعات صغيرة وجرعات صغيرة قد استهلاكي. والله أنا استهلاكي كتير وبيت كبير فيه 10 15 فرد، أوكي يا سيدي هات نص. طب اللي هو ممكن نشتريه صحيح الفلفل الأسود. بالظبط. طب والكمون؟ والكمون نفس القصة. برضه صحيح. اه صحيح، كل حاجة بتشرى صحيحة. طب والشطة؟ نفس القصة، بتشرى قرون. بجد؟ اه واي نوت. طب ويا الشطة المعمولة دي برضه ما تنفعش؟ يعني هي معمولة ازاي؟ اللي هي بنشتريها. الصوص؟ لا ولا الشطة البودرة. البودرة. ماشي ممكن، بس حضرتك مش هنضمن ان كان فيها شوائب ولا لا. انا ههتم بنفسي جوه البيت وانضفها قبل ما اطحنها. مش هطحن القرن مع البذر بتاعه مع العود بتاعه بتاع القرن نفسه. لا انا مش هغش روحي، انا بعملها لنفسي. وهكذا. يبقى نمره واحد بشتري كميات قليله، نمره اتنين بشتريها صحيحه، نمره ثلاثه بشتريها من مكان انا عارف ان عليه سحب. مش يعني مكان مثلا متخزن. يكون حد معروف عطار وعنده سحب كتير اروح اخد منه. لكن بالزبط. مثلا لو حد انا مش ضامنه قوي ما يبقى ناجل، يبقى مش هنشتري دلوقتي، مفيش اي مشكله. دي ما تتخزنش زي بالظبط المكسرات. احنا بنروح نشتري مكسرات قد كده تكون تطلع كلها مكمكمه، يبقى انا ضاع عليا كل الكميه اللي جبتها، وحاجات غاليه والنهارده كل حاجه غاليه. يبقى انا اجيب والمكسرات والحاجات دي برضو لو كل هي نفس القصة. لو هي ريحتها مغيره او كده على طول سامه طبعا. دي مكمكمه يعني متزنخه. مزنخه يعني ممكن يكون فيها سموم فطريه. طب وعلى ايه؟ والسموم الفطريه بنقول للناس لو دخلت الجسم ما بتخرجش واثارها تراكميه. يعني اما اخد انا 2 مللي او 2 جزء في المليون من سنه والنهارده هاخد واحد بقوا 3، ما فيش عفا الله عم سلف. فدي مشكلة كبيرة ودي عيب كبير على الأجهزة الداخلية على رأسهم الكبد. طب يعني زي ما برضو ما بنقولها، كان زمان بالعافية الواحد يجيله فشل كلوي، النهاردة عادي نسمع كلمة الفشل الكبدي. والله يا دكتور وفي ناس بقى تقول لك يعني ما احنا طول عمرنا بناكل كده وبنشرب كده وعايشين تركمية. واحنا عايشين عشان كده هم طول عمرهم بيعملوا كده وعايشين، وبيجي عليهم الشيء يقول لك ده فجأة سبحان الله ما نعرفش ايه اللي حصل له، سقط من طوله فجأة، جه عليه كل بركت عليه كل امراض الدنيا. مفيش حاجة اسمها نظرية المصري معدته تهضم الزلط، الكلام ده كان هزار. لأن كل شيء تراكمي، كل شيء تراكمي. والدليل على كده إن النهاردة تعالي للناس هتلاقي يقول لك ما عادش في عافية. صحيح. ده أنا ما عدتش قادرة. ده أنا ما بعرفش أشتغل ربع الشغل اللي كان أهلي أو أبويا بيشتغلوا وأنا في سنه ما كنتش. كل ده جاي منين؟ إن أنا بأستهلك. بنستهلك صحتنا. بالزبط. في كل بالزبط. كل اللي بنتناوله وبنشربه وطريقه استخداماتنا للاشياء. بالزبط. فاكيد كل دي حاجات للاسف فعلا بتستهلك صحتنا يعني. صحيح. طيب يا دكتور عايزين ناخد يعني اسئله كده من الناس اللي بعت. اتفضل. طيب بعتين رسائل على الصفحه. في محمد خليفة، محمد خليفة بيقول أثير منذ فترة بسيطة على النت أن موضوع الكوليسترول كذبة وأن شركات بعينها وراء هذا الكلام وذلك لتسويق بضاعتها من الزيوت وأن السمنة والدهون ليس لها أضرار قاتلة على الجسم ولا تسبب كوليسترول كما اتبع أشيعة أو كل دي هذه إشاعات، فما حقيقة هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا.
مفيش حاجة اسمها كوليسترول كذبة أو إشاعة، لا الكوليسترول موجود، ودي مشكلة موجودة عند قطاع كبير أوي من الناس، بل بالعكس النهاردة بقى ارتفاع معدل دهون الدم منتشر عند الشباب قبل الكبار. فطبعا هو حقيقة مش مجرد كذبة، لأن احنا بنتكلم على حالة موجودة عندنا احنا كناس. نمرة اتنين، القصة كلها قصة توازن، مفيش حاجة اسمها ان انا عندي كوليسترول يبقى هعتمد على الزيت بس، ما عنديش كوليسترول لا اقدر اكل سمنة بس، لازم التوازن، لازم اتناول من كل شيء جرعات بسيطة، ثم في ضوء ده لازم يكون في معدل حركة مظبوط، ثم هو طبعا هنا بيقول حاجة حضرتك قلتها قبل كده اللي هو السمن البلدي، كنت حضرتك قلت ان هي بتبقى زيرو كوليسترول، وبعد كده اكتشفنا ان فيها نسبة بالزبط. بسيطة بس بالزبط. هي الأأمن للاستخدام، هي الأأمن للاستخدام وبجرعة بسيطة، جرعة بسيطة. توصياتي الجديدة كلها بتقول على قد ما نقدر نخفض استهلاك الدهون بوجه عام، كل الدهون حيوانية أو نباتية. يعني مش معنى كده الزيت آمن يبقى اشرب نص إزازة زيت، ما ينفعش الدهون بقدر المستطاع نخف استهلاكها كله. يعني الدهون اللي هي مثلا السمنات، السمنة أو زيت أو أغذية دهنية زي الطحينة، زي الحلاوة الطحينية، زي المكسرات، زي التسالي، اللب. احنا عندنا اللب 52% من وزنه زيت. طب يعني انا لما اخد لي بخمسة جنيه لب انا كده كأنه مش بيقولوا على اللب السوري ده انه مفيد وانه بيقلل في الوزن؟ لا بالعكس، مفيش حاجة تخش البق تنقص وزن، كل ده الناس بتقول كتير وممكن تزود ده. هي مش ممكن، هي اساسي هتزود، لان 52% هو انا بجيب زيت عباد الشمس منين؟ ما هو من اللب السوري. الناس مش واخده بالها. هو لو ما كانش مصدر جيد جدا للزيت ونسبة الزيت فيه مرتفعة ما كناش عصرنا خدنا منه زيت عباد شمس. صحيح. كل للاسف عندنا معلومات. لا يعني معانا مين؟ موسى من القاهرة. الو. ايوه اتفضل. وطي تلفزيون. وطي تلفزيون او ابعد عنه خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي بس كنت عايز اسال الدكتور. ماشي اتفضل. كنت عايز اسال الدكتور، هل الحلل السيراميك الجديدة دي غلط برضه على البني ادمين؟ لسه قايلين هو هيجاوبك تاني، بس احنا كنا لسه قايلين المعلومه دي في الاول. حاضر. ماشي اشكرك. شكرا يا دكتور. العفو يا فندم. هو طبعا الامن الستانلس والبايركس، ولكن حلل السيراميك، حلل الجرانيت بنت عم التيفال. يعني لو اتختشت يعني برضه يعني بحرام، وتمنها غالي جدا جدا. طب ما احنا خلينا في الستانلس امن. صح. بلاش البايركس، يعني مش عارف انا بقول البايركس ممكن يتكسر بالظبط، يعني خلينا في الستانلس. الواحد يخاف وقعد ارجع اشتغل بالحلقه الالمونيا بس السليمه وخلاص، مفيش اي مشكله. حتى يعني يا دكتور، بما ان حضرتك بتتكلم على الزبادي، كنا يعني لما كنا نستخدم بقى احيانا والواحد فاكر انه بيعمله في البيت بقى، فدي حاجه حلوه وامنه، بس كنا نحط في الفخار اللي هو حضرتك قلت ده فيه رصاص. ده مين؟ طب يتحط ايه بقى بدل راينا؟ كوبايه ازاز. كوبايه ازاز زي الفل وأمن. وأمن من أي طبعًا. طبعا. يا الله الواحد بيقعد يعملها جد. طيب في أبو عبد الرحمن عصام بيقول عندي طفل عنده 3 سنوات ووزنه 11 كيلو، وطفل آخر 6 سنوات ووزنه 17 كيلو، ده وزن كويس ولا ضعيف؟ وإيه الحل إذا كان ضعيف؟ 3 سنوات يبقى المفروض يكون 14 كيلو. 5 سنوات المفروض يكون 18 كيلو. هو طبعا ده ناقص شويه وده ناقص شويه. ولكن معتمده برضو على متوسط طول الاب والام. انما هنقدر نقول ان هو عايزين بس ان هو يطمن تغذيتهم سليمه، بياكلوا كل انواع الاكل اللي موجوده جوه البيت، بنبعده تماما قدر المستطاع عن كل ما هو سابق التصنيع. من فضلكم الحلوى اللي بتعد للاطفال اللي موجوده في الشوارع، المعبأه اللي جوه اكياس وليها الوان وليها مش عارف ايه، على قد ما نقدر من فضلكم بلاش، على قد ما نقدر بلاش. انظم واثبت مواعيد الوجبات للاطفال، كل 5 ساعات وجبه، بين الوجبه والتانية 5 ساعات، وفي مواعيد ثابته ما بين الوجبه دي والوجبه دي، الخمس ساعات دول الطفل ما يحطش حاجة في بقه إلا المية. عشان لو حط أي حاجة في بقه هيجي معاد الوجبة اللي بعدها مش هيرضى ياكل مني، ويبقى هو معذور، أبقى أنا اللي غلطان، أبقى أنا اللي معرفتش أقود الطفل. تمام. هو ده المفتاح.
ويتاكل الاكل اللي جوه البيت. واما اجي اكون وجبتي ثلاثيه الابعاد، حاجه فيها طاقه حسب المتعه عندي، سواء عيش او رز او مكرونه اللي موجود، حاجه تبني وهي البروتينات برضو المتعه عندي، بضايه حته جبنه، حته لحمه لو ربنا كرمني بلحمه، ربع فرخه لو عندي، سمكه يا ما جراش حاجه، او بخول، شويه فول، شويه عدس، شويه بصاره، شويه لوبيا ناس وفاصوليا بيضاء، اي حاجه اللي موجوده. او كبده، ودي مهمه جدا للاطفال، اللي هي كبده الفراخ او كبده اي كبده. ثم البعد الثالث البعد المناعي، طبق السلطه الخضراء او مكوناته مع بقيه الوجبات. انما على الاقل طبق سلطه خضراء خماسي الالوان مع الوجبه الرئيسيه. بالشكل ده بقى انا باكل الطفل صح، وببعد ما بين الوجبات، ما بحطش اي حاجه للطفل، ما بديلوش اي شيء سابق التصنيع، وكده ابقى انا ضامن ان الطفل بتاعي مظبوط، وزنه هيبقى معتدل، حيويته، واللي اهم من ده كله مناعته. وما اجريش وادور واقول ده في دواء للمناعه بس ثمنه كذا، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه دواء للمناعه، مفيش حاجه اسمها ولا دواء فاتح شهيه ولا كلام هزار، كلام هزار. طيب كل عنده اطفال نفس الاجابه اللي قالها الدكتور مجدي، بقى يا ريت يعني تعوا كل يا ربي يعني يعافي كل اولادنا. معنا مين؟ معنا محمد من بورسعيد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايز اسال الدكتور سؤال. اتفضل يا فندم. لو سمحت يا دكتور، ايه راي حضرتك في شوربه السفود اللي بتحط فيها لبن؟ ده صحي؟ شوربه ايه؟ شوربة السيفود فواكه البحر بتحط فيها لبن، ده صحي؟ بيتحط فيها لبن ده صحي ولا لا؟ حاضر. السي فود كويسه بس احط فيها لبن ليه؟ هي بيعملوها بره بيحطوا لبن. اوكي، ما جراش حاجه، كويس، مش مشكله. لا مش مشكلة. يعني هي مش هتضر. مش هتضر، ما فيهاش مشكله. اوكي، ما فيهاش مشكله. اللي هي بيعملوها زي كريمه كده. اوكي، ايوه. طيب، في سؤال، ناخد برضو سؤال من الصفحه. في هبه ناصر بتقول حساسيه الالبان اللي عامله ازمه في حياتنا، ابني تعبان من وهو عنده اسبوعين، وتشخص وعنده شهرين ونص، على انه حاليا 9 شهور. انا مش فاهمه من يا هبه، 9 شهور بيخف وياكل زبادي ويكون طفل طبيعي، يعني في كلام في واقع عندك، يعني هو واضح ان هو عنده حساسيه من الالبان. يعني حساسيه الالبان نوعين رئيسيين، حساسيه اسمها حساسيه لاكتوز، ودي ما يقدرش ياخد اللبن الحليب، وفي النوع الثاني بس يقدر ياخد بقيه منتجات الالبان. في حساسية تانية بتبقى اسمها حساسية الكازين، دي ما يقدرش ياخد لا لبن حليب ولا كل منتجاته. فاحنا بس محتاجين نعرف هو من انه نوع منهم. بوجه نعم، كلمة حساسية من كذا، يبقى علاجي ان انا ما اخدش الكذا ده، يبقى انا مولود جسمي فيه خطأ ما، مش هيعرف يتعامل مع المادة دي. صح. يبقى الصح بتاعي ان انا اتجنب استهلاك هذه المادة. عندي حساسيه من اللاكتوز، يبقى بلاش اللبن الحليب، هاخد بقى جبن، زبادي، رايب، اي منتجات البان اتكسر فيها سكر اللبن اللي هو سكر اللاكتوز. انما عندي حساسيه من الكازين، كل منتجات الالبان وكل منتجاتها مش هقدر اخدها، اقدر استعيد عنها بحاجه. وبنقول للمشاهد الكريم، بنقول له افضل مصدر للكالسيوم على الاطلاق الالبان وكل منتجاتها. طب انت في حاله عندك حاله جوه البيت مش هتقدر تاخد البان ومنتجاتها، هتجيب كالسيوم منين؟ افضل شيء تقدر تاخده من الاغذيه النباتيه ابن عم في الامتصاص بتاع الكالسيوم الالبان ومنتجاتها هو الكرات. نحطه جوه طبق السلطه الخضراء، الكرات البلدي اللي بيتعملوا بيه الطعميه، اجيبه اغسله زي الناس واقطعه جوه طبق السلطه. انا مش صغير. هو مش متوفر قوي دكتور؟ موجود في البابليك اريا، يعني اروح منطقه كذا اروح منطقه كذا نلاقي، نبعت حد نجيب يعني، مش مشكله. طيب ناخد تليفون اخير قبل الفاصل. معانا رانيا من القاهره. معلش يا رانيا. طب معلش يا محمود، قبل ما ناخد الفاصل ناخد سؤال بسرعه كده. في ميرو احمد بتقول لحضرتك يا دكتور ان هي بتتبع نظام نباتي علشان اخس، هل ده كويس ولا ايه؟ وهو الاغذيه النباتيه بتخسس؟ اللي بينقص الوزن حاجتين، اني اظبط اكلي
كان نباتي بقى، كان حيواني، كان انساني، كان سمائي، كان مائي، مش موضوعنا. اظبطه مع احتياجات جسمي. احتياجات جسمي يعني حالتي الفسيولوجيه، طولي، سني، نشاطي، مواعيد صحياني، مواعيد نومي، وهكذا. الشيء الثاني ان انا اتحرك. بره دول مفيش نقص وزن. كلت بقى نظام نباتي، كلت نظام حيواني، مش فارقه كتير. احنا عندنا مثلا في النظام النباتي العجاين مثلا، البقسماط على سبيل المثال، مش ده نباتي؟ من الدقيق. البقسماطيه الواحده سعراتها تساوي سعرات نص رغيف. يعني انا عشان اكل 10 بقسماطات انا ما بلحقش اكلهم، ما بلحقش اندقهم، انا هسقيهم في اي حاجه بيبوشوا. ايوه يعني ده احنا بناكل 10 على بال ما الاكل يخلص، يعني تصبيره. ايوه وما تحسبوش، ما بنحسبهمش. العشرة دول يساووا 5 ترغيف. ناس كتيرة كانت فاكرة ان البقسماط بالشاي ده يخسسها. ما انا عارف ده مشكلة. ما بقول لحضرتك، هي حتة الوعي اللي حضرتك تفضلت بيها يا دكتورة. عشان كده بنقول ان يعني على سبيل المثال هنيجي برضو نقول ايه؟ طعمية من اكتر الاغذية او الوجبات اللي موجودة في مصر اللي بتستهلك. وهي سبب رئيسي للبدانة. لانها مقليات. بطاطس المقليه كتير، الشيبسيات اللي الناس قاريه نفسها فيها، من اكتر الحاجات، كل ده نباتي وسعراته فظيعه، بيزود الوزن جدا. اللب والحاجات اللي زي كده فظيعه، كل ده نباتي بالظبط. اما نيجي للاغذيه الحيوانيه، سمكايه هعملها في صينيه في الفرن، هتزود وزن ايه؟ فرخه كامله يا ستي هتعمل ايه؟ يعني عايز اقول مفيش حاجه اسمها اغذيه نباتيه علشان نقص الوزن. القصه قصه انا بظبط احتياجاتي مع الاكل المتاح عندي، واظبط نومي ومواعيد نومي وصحياني مع الشمس وحركات واتحرك. صحيح، اتحرك. ربنا يكرمك يا دكتور. معانا مين؟ معانا احمد من الغربيه. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا مريض كرون بقالي 15 سنه كده. اللي هي يا فندم؟ بقالي مريض كرونز. مريض ايه؟ كرونز. لا انا مش سامع. معلش وضح شويه يا احمد. مريض كرونز. اللي هو يعني ايه؟ طب معلش اللي هو مرض ايه؟ كرونز. التهاب بيظهر في الامعاء. التهاب بيظهر في الامعاء؟ مزمن في الامعاء. التهاب مزمن في الامعاء. أيوة. اه اتفضل. فالمفروض بقالي 15 سنه بتعالج، باخد كورتيزون ومضاد للالتهابات. على اساس انه مرض مناعي يا فندم. ايوه فندم. تمام. فانا يعني اعتبر دلوقتي في موضوع اكلي، وبقالي فتره دلوقتي يعني العلاج بقاش معايا نتيجه معايا. فمش عارف موضوع الاكل دوت ايه، ممكن اكل ايه ولا اظبط اكل ازاي؟ لا حضرتك تمام، اشكرك جدا. حضرتك الحاله ديت طبعا هي يعني حاله كرونيك، هي مزمنه زي ما هو تفضل. لازم يتابع مع اخصائي البطنه لحد ما هيستقر على الدواء اللي هو يتعامل بيه، سواء كان كورتيزون او غيره. اما نظام غذاء بتاعه هيكون نظام غذائي اعتيادي تماما، ولكن هيخف فيه الحاجات اللي بتتضرر القولون بيها، زي المواد الدهنيه، زي الشطه والتوابل والمواد الحريفه، اي اكل او شرب مر على مصنع، ثم البقول على قد ما نقدر هنخفها علشان القولون مش هيكون مستحمل. صحيح. فقط لغاية. وربنا يشفيك ويعافيك يا رب. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل اسئلتنا ونستقبل مداخلاتكم، وفي عندنا اسئله ثانيه برضو جايه على الصفحه هنعرفها دلوقتي بعد الفاصل على طول من الدكتور مجدي لذيذ. نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا لكم تاني ولسه معانا الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحده التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذيه. ويا رب يكون كل المعلومات اللي قالها يعني المعلومات قيمه جدا ومفيده جدا، وفي معلومات مغلوطه يعني فعلا محتاجين ان احنا نعرفها. يعني بتمنى من كل الناس اللي بتشوفنا زي ما بقول لكم كل مره، خاصه الحاجات اللي فيها افاده للناس، كل المعلومات دي احنا ان شاء الله هنحطها في فيديوهات على صفحتنا قدر المستطاع، ان انت تعرفها لقرايبك لاصحابك للناس علشان الناس كلها تستفيد. وكل ما الناس هتعرف ده كل ان شاء الله ما ربنا يأجرك عنه. في حاجات كتيره يعني مسببه للامراض زي ما عرفنا، في حاجات كتيره احنا بنستخدمها واحنا للاسف يعني لا ندري ان احنا بنتناول امراض، وبناكل اولادنا واطفالنا يعني بناكلهم الامراض، وبنشتري الامراض بايدينا يعني. فربنا يعني
يعني يعافيكم جميعا. يا ريت قدر المستطاع ان احنا كلنا نعي ده ونزود الوعي بيننا كلنا، واحنا اللي احنا المستهلك هو اللي بيحدد يعمل ايه، هو اللي بيحدد يشتري ايه او ما يشتريش ايه. حتى لو في كتير من الشركات البيزنس وكذا اللي هي بتتاجر بده وبيتتربح منها، انت اللي بتحدد بقى اذا كنت ممكن تشتري الحاجه المضره دي او ما تشتريهاش، او يعني تشتريها لاولادك او ما تشتريهاش. من ضمن الحاجات المهمه دي ان في ناس كتيره قوي وتلاقي محلات زحمه لارغفه الحواوشي وسندوتشات الكبده والحاجات دي. دكتور مجدي، منتشر بين الشباب بينزلوا ياكلوا يعني، وتلاقي محلات بالليل فاتحه وعليها زحمه قوي لارغفه الحواوشي وسندوتشات الكبده، راي حضرتك فيها ايه؟ هنرجع للجزئيه يا فندم اللي حضرتك تفضلت بيها في الاول، الوعي الشخصي. علي ان انا افرز وميز، هل الساندويتش الكبده اللي معرفش بقى سعره كام دلوقتي؟ يعني الشباب بيقولوا لي في الغيف الحواوشي ب 7 جنيه والكبده ب 3 جنيه، مش عارفه سهل تبقى. طب يعني طب حد بس يقول لي الرغيف ثمنه كام؟ والنور اللي هو منوره بيكلفه كام؟ والعماله اللي شغاله بتكلفه كام؟ والنار اللي بيسوي عليها بتكلفه كام؟ والمصاريف والنظافه، وبعد ده هيتفضل له كام هيحطه جوه ويجيب بيه كبده؟ اين العقل؟ اين عقلنا؟ النهارده كيلو اللحمه هيعمل لي كام رغيف حواوشي؟ اجربه واعمله جوه بيتنا واشوف هيعمل لي كام، واحاول اقسم السعر وهكذا. طب يعني ايه رغيف حواوشي ب 7 جنيه؟ يعني ايه ساندوتش كبده ب 3 جنيه ونص؟ احنا بنهرج. فين عقلي؟ طب ايه بتبقى ايه؟ بيبقوا حاطين فيها ايه؟ الحقيقه في حاجات كتير قوي سمعناها. بيبقى في حاجه اسمها السقط بتاع المذابح، المذبح. السقط ده بيبقى عباره عن شغط وجلد وي وي وي، بيبقى شنط كده. ده بيروح على طول لمحلات الحواوشي معروفه. يا خبر. الدم اللي موجود في الارض اللي بينزل في المذبح برضه بيتجمع وبيبقى بلوكات، وبيروح يتجمد ويتقطع ويتعمل زي ما بيسموها كبده عصافيري، عشان انا اقدر اخد بعد كده سندوتش الكبده مش عارف ثمنه ايه من على العربيه. ده كارثه. اوعي حضرتك يتقال ما احنا عارفين ان هي كبده مجمده، اسف. الكبده المجمده النهارده ثمنها 40 جنيه. ومتوسط استيعاب الساندويتش على الاقل، على اقل تقدير، على اقل تقدير 100 جرام من الكبده، ما كانش 125 جرام. قسم لي ال 40 جنيه كسعر كبده على 10 سندوتشات، لو انا يوم ما احط حاجه يعني من جوه اي كلام، يبقى مخصص الساندويتش من الكبده 4 جنيه. غير ثمن العيش وغير ربحه وغير الاناره وغير النقل وغير التصنيع وغير الطاقه اللي اشغل بيها وغير وغير وغير. يعني المفروض ساندوتش الكبده يقف معايا 8 9 جنيه، انا ازاي هشتريه ب 2 جنيه ونص ولا 3 جنيه؟ باي منطق؟ والدم ده يا دكتور طبعا مضر جدا. ده حضرتك بيتلم دم من الارض. يعني يا دم، يعني دم المواشي، دم المواشي ده بأي بقى كان فيه تلوث او فيه كل حاجه، ما كل حاجه جواه. أين عقلي؟ أحسبها، أشغل يعني دماغي شوية. بنقول للمستهلك من فضلك حاول تفرز وتميز رأفة بيك. أنت ما تجيش تقول الحاجة طب ما هو الحاجة غالية، ما ده رخيص. رخيص نرجع زي زمان. من فترة دي متاهة يا دكتورة، نرجع زي زمان ما عنديش، ما أقدر أجيب كذا أجيب كذا بدلها، انما مش هجيب كذا ملوث وعشان ما اقدرش اجيب الغالي. وبعد كده بقى في بقى فشل كلوي وامراض كبد النهارده. ده بيجيب امراض الفيروس، صح يا دكتور؟ نعم يا فندم. بتجيب، انا اسمع ان حاجات كتيره فيروس الكبد بيجي من دي. حضرتك حاجات كتيره جدا، ما ابسط حاجه انها بتسقط المناعه، وطالما المناعه سقطت توقع اي حاجه ولمي اي حاجه بقى. النهارده نسبه كام من الناس عندها البكتيريا الحلزونيه والشكوى المر الناس بتشتكي منها وبيقعدوا سنين عشان يتعالجوا، وفي حالات من الحاجات الملوثه دي بالظبط من الاكل. فعايز اقول من فضلكم ارحموا روحكم،
انتوا يعني يا ريت الناس كلها بالذات الشباب يعني يسمعوا المعلومه دي، ان الحواوشي معمول من سقط الحيوانات والكبده اللي بيشتروها برخيص بثمن رخيص جدا، ده يعني دم. يعني تخيل بقى انت، يعني كفايه ان انا اقول كده يعني، وربنا يعني يهديكم ويعافيكم يا رب. لا الواحد بيشوف حاجات عجيبه. ايوه يا ريت بس الناس تعي وتفهم وتحافظ على نفسها. معانا مين؟ معانا امل من الشرقيه. الو. الو. ايوه اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله اتفضلي. ممكن اسال الدكتور؟ دكتور اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا معايا طفل عنده 7 سنين ونص. اي فندم. يعني ما بياكلش الالبان خالص، البيض اول ما بيشوفه دايركت بيرجع. يعني حاولت معاه وديته للدكتور، كتب لي على فواتح شهيه. هو اصلا حاسس ان هو يعني في الاكل عامه الخضار الحاجات المفيده كلها ما بياكلهاش خالص. حاولت معاه بكل الطرق. غير ان هو بيلعب لعبه رياضيه المفروض عايزه منه طاقه، فعلى طول الكابتن بيشتكي ان هو ما بيديش كويس. سنه قد ايه؟ هو 7 ونص. 7 سنين ونص. طيب تمام. هل في اما بياكل حاجه معينه هل بيتعب منها ولا مجرد هو مش عايز؟ لا هو مش عايز يا دكتور. هو مش عايز. اشكرك. طيب هيرد على حضرتك. طفل في السن دوت له 4 وجبات في اليوم. بين كل وجبه والتانيه 5 ساعات. الوجبات في مواعيد ثابته. بقدم الاكل للطفل، كل يا حبيبي. لا مش عايز. امال لو بابا وفرت؟ كلمه واحده. واقعد العب مع الطفل. لا اقعد بقى اصرخ ولا زي ما احنا بنسمع شباشب تطير ولا بالخناق، ما ينفعش. ما ينفعش الكلام ده، معلش. بيتقدم له الاكل في المعده. ما رضاش بلاش، ونقعد نلعب معاه. عايز يشرب ميه يشرب ميه. ما بين الوقت دوت ملوش عندي حاجه. بهدوء شديد وانا مبتسم في وش الطفل. له عليه خير ميعاد الوجبه الثانيه. ما رضاش ياكل ما جراش حاجه. لو قعد طول النهار ما اكلش انا مش خسران. بس يشرب ميه. يشرب يحط بوز وبوز العنفيه ويشرب، ما عنديش مشكله. بقى عصير لبانه بوظت السيستم خالص. يعني اسيبه اجوعه خالص يجوع. عايز اقولها حاجه بالبلدي كده. يعني الطفل لو ما لقاش اكل وجاع هياكل امه. مشكله. وترجع كل ام تفتكر بالذاكره اما الطفل اتولد وكان رضيع، اما بيجوع وهي تسقى عنه شويه في الرضع يصرخ. بيكبر انا بسوء تصرفاتي ببوظ المنحه اللي الله كان حاططها فيه. ببوظها، بستميله ناحيه اكل معين وبكرهه في ناحيه اكل تاني من غير ما انا ادرى. مش عيبا فيا، بس العيب عندي انا في سلوكي، ان انا ما بعرفش اضبط السلوك. ولذلك الطفل استاذ في التقليد. انا عايز الطفل ياكل حاجه انا اقعد اكلها قدامه وما ابصلوش وما اقولوش كلها، هو هيبص لي ويقلدني. يتقدم الاكل للطفل في المواعيد بتاعته، اما يقرصه الجوع هياكل. المشكله ان اطفالنا زي الاخت اللي تفضلت دلوقتي واتكلمت، طبعا انا بشكرها جدا وبقول لها من فضل حضرتك ابن حضرتك بس مش واخد باله من حاجه، مش موجوده عنده المعلومه ديت. هو عنده 7 سنين ونص. يوم ما هو اتولد من 7 سنين ونص يعني، في طفل تاني. الطفل التاني دوت ما عندوش لا اب ولا ام يهتموا بيه، موجود دلوقتي في الشوارع بيدور في الزباله على لقمه عيش ناشفه. صحيح. فمعلش محتاج ان انا اكون قائد شويه جوه بيتي واعرف اضبط اللي موجود في البيت. وهي تحاول بقى معاه يمكن ان شاء الله يعني بهدوء شديد مش بالزعيق. طب يا دكتور في سؤال، ان فضل. استخدام يعني في ناس كثيره بتستخدم النوتيلا. نوتيلا جميل. ما جراش حاجه. احنا انا دايما برفع شعار ممنوع كلمه ممنوع. فما فيش مشكله اخد منها، بس اخد منها قد ايه؟ اخد منها القدر اللي هيخليني ابقى فاهم ان ديت موجود فيها كل مركزات الطاقه. سكريات والدهون. طيب المعلقه منها تساوي كم سعر؟ المعلقه منها فيها سعرات تساوي ربع سعرات وجبه كامله. يا هو. يبقى اذا انا لو خدت لي منها معلقتين ثلاثه ادي سعرات وجبه، يبقى اما وزني يزيد ما ازعلش. لا ده في ناس ظريفه تاكل. بتبقى الصبح والظهر والليل مش عارف طب ايه مع ايه، طب ساندوتش
وارجع بعد كده نشتكي نقول يعني هي مسببه للسمنه. اه طبعا السعرات عاليه جدا، ده نمره واحد. نمره اتنين انا نسيت ان عليها عفوا عليها اضافات كيميائيه. طيب انا منتظر ايه؟ خلينا نترشد شويه في استهلاكنا وفي النهم على كل ما هو مصنع. سلبيات ويتضر بالاطفال جدا. ما انا كل ما بحمل جسم الانسان خصوصا الفئات الحساسه اطفال حوامل مرضعات شيوخ كل ما بحملهم اضافات كيميائيه على اجسامهم مشكله. طبعا مشكله وهكذا. صحيح. معنا مين؟ معنا اماني من القاهره. الو. ايوه. ايوه اتفضلي. ايوه مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا فندم. لو سمحت بس عايزه استفسر حاجه للدكتور. دكتور معاك. اتفضلي يا فندم. مساء الخير حضرتك. اهلا بيك يا فندم. انا عندي 62 سنه وعندي ضغط السكر. تمام. وباخد علاج ليهم كده، وبس كل فتره بعمل تحليل يعني. فاخر مره كان الضغط مرتفع شويه، الدكتور متخصص قال لي اعملي تحاليل، طبعا تكون فلور وكل تحاليل كامله، صوره كامله للدم. ايوه. وظبط لي الضغط، خدت علاج اقوى شويه. المشكله بقى موضوع تاني، اللي ظهر في التحليل ده ان كرات الدم الجديده عندي عاليه. يعني في التهاب في الجسم حضرتك، اكيد اخصائي الباطنه هيقول لحضرتك يمشي ورا السبب. انا رحت حضرتك لامراض دم وعملت تحاليل والكلام ده، وبعتت لي لمركز طب الدكتور امراض الدم، وبعدين بتقول لي احنا نعمل بذل من النخاع عشان نتاكد اذا كان في خلايا سرطانيه ولا لا. بذل دي مؤلمه جدا، انا ما عنديش اي اعراض حضرتك، فهل مثلا مجرد ما فيش حاجه ثانيه غير ان طريقه ثانيه اعرف بيها هل في خلايا سرطانيه ام ما فيش، غير ان انا اعمل البذل ده من النخاع؟ انا ما عنديش اي اعراض، فاهم قصدي حضرتك؟ يعني ما عنديش حاجه بعاني منها غير ان كرات الدم البيضاء عاليه. ايوه فندم. مش عارفه يعني ايه المفروض اعمله يعني. تمام. لا هو حضرتك معلش لابد الرجوع لاخصائي امراض الدم، هو هيفيد حضرتك اكتر مني 100 مره. انا متاسف جدا. هو حضرتك امراض الدم قال لي يعمل نروح نعمل نخاع، يعني بنزل من النخاع. ايوه فندم. عشان يحلله مظبوط. مهمه وكده، ولما دام ما فيش ما دام التحليل بتاعك مش باين فيه ان هو مش تحليل الكرة كاملة للدم، تحليل مركز طبي يعني، هو تحليل حاسس بالخلايا الصوتية. ما دام مش واضح ان في خلايا سرطانية مفيش داعي يعني انك انت تعملي البذل ده، لان أيوه. مش عارفة ايه. ايوه. بس لازم يوجد السبب. اعمل البذل دوت ونخلص اعرف فيه ولا فيش، ولا ايه راي حضرتك؟ لا لا حضرتك، هو الرجوع لراي اخصائي الامراض الدم هو اللي رايه هو يفتح، هو اللي يفتي في القصه. ربنا يشفيك ويعافيك. يعني روحي للدكتور وهو يمكن ان شاء الله يعني، وحتى لو قال لك اعمليها وعملتيها ان شاء الله ما يكونش في حاجه. اشكرك جدا دكتور. الدهون على الكبد شان التهاب القولون عند معظم المصريين اسبابها كتير، انما نقدر خلينا نقول ان الاسباب الكتيره اللي احنا بنعملها وبتكون عندنا نمره واحد عدم ضبط الاكل مع مواعيد الشمس وعدم ثبات مواعيد الوجبات يعمل دهون على الكبد. عدم توازن الوجبه، يعني ممكن اخد اقول السلطه دي للمناعه يبقى صحيه يبقى انا اكل منها قد كده، واجي العيش اخد منه لقمه قد كده، واجي البروتين مش عارف اخد ده يعمل دهون كبد. يا خبر. مش معنى دهون الكبد يعني انا باكل دهون كتير، لا. عدم توازن، لازم يكون في وجبه متوازنه. الشيء كمان ان انا اكون بستهلك الكبد، بستهلكه اما باخد دهون كتير برهقه او بروتينات كتير برهقه برضو او اغذية مصنعة كتير برهقه. كل دي بتعمل دهون على طبعا تعمل دهون، تعمل خلل في الكبد فيحصل الكبد يتدهن وهكذا. فعايز اقول العلاج الامثل لدهون الكبد هو ان انا اظبط مواعيد اكلي مع الشمس، وجبتي تكون متكاملة ومتوازنة ومناسبة لحالتي الفسيولوجية والسني والطولي والنشاطي، أبعد عن كل ما هو سابق التصنيع واعتمد على كل ما هو طبيعي. وبنقول لمرضى دهون الكبد من فضلك اعمل حاجتين. اشرب كوباية شاي مغلي، شاي أخضر مغلي في براد.
ما اغليهاش في الكنكه، اغليها ببراد عشان احتفظ بالزيوت الطياره بتاعتها. نشرب كوبايه في اليوم وناخد نص معلقه كركم كل يوم. اخدها باي اني واي بقى، ارشها على اكل، احطها على طبق سلطه، ارشها على رز، احطها في كوبايه واصب عليها ميه سخنه وعليها شعره ملح ونص ليمونه واشربها كانها كوبايه شرب اي حاجه باي طريقه. ده ايه يعني؟ كركم. نص معلقه كركم لمرضى بس لمرضى الكبد. وللي يحب يدعم المناعه كويس قوي، صحي جدا. يعني الكركم بشرط المناعه. بشرط المعده تكون سليمه، ما يبقاش فيه حرقان. بالظبط، لانه ممكن الكركم يرهق المعده. لو المعده فيها التهاب او مخستكه شويه مش هينفع. طب يا دكتور، في نقطه مهمه حضرتك قلتها دلوقتي، اللي صدق. عايز يعني يرفع المناعه او يزود المناعه، طب هل في حاجه تانية غير الكركم؟ لو حد بقى عايز، اكيد كلنا عايزين مناعتنا تبقى مرتفعه. مظبوط. الكركم احد العوامل المساعده، انما الامام الامام في دعم المناعه الهيلث لايف ستايل، ان انا امشي بنمط حياه ستاندر صحي. مظبوط. اظبط مواعيدي مع الشمس، اكامل واوازن وجبتي فيها حاجه تدي طاقه وحاجه تبني وحاجه تدعم المناعه وبنسب مقبوله، اثبت مواعيد وجباتي، ابعد عن كل ما هو سابق التصنيع واعتمد على كل ما هو طبيعي، اتناول كل شيء في الموسم بتاعه. ما افرحش ان انا عندي ديب فريزر ما اعرفش جايبه بكام ولا ماركته ايه، واخزن اكل حاجه الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء واقلب الايه واعكسها. الحاجات دي كلها سلبياتها كتير. واقلل على الحاجات معلش استوقفك، اتفضل يا فندم. الحاجات اللي احنا بنخزنها في الديب فريزر، انا اخزن في الديب فريزر استهلك مثلا ماكسيمم بعد شهر الخضار. بالظبط. بعد كده اجرى له ايه؟ لا ما ينفعش، ما حضرتك ما ينفعش. اما ربنا عمل القلقاس في الشتاء عارف هو عامله ليه. واما جاب بديله وهو الباميه والملوخيه حطهم في الصيف عارف برضه هو عملها ليه. انا ما افرحش ان انا اكل اليومين دول القلقاس. ما افرحش. ليه؟ لان انا واخد كورتيزون مع نشا. لا، هو ربنا جايب لي الكورتيزون معاه فيتامينات ومعادن ومركبات عضويه في الصيف في الباميه والملوخيه. فهماني حضرتك؟ يعني حضرتك عايز تقول او انا فاهماه يعني ان هو في الشتاء بيزود الطاقه مثلا؟ لا، ده من ضمن الحاجات. لكن انما هو مناسب لدرجه الحراره دي ومناسب للتوقيت ده. لكن ليهم اضرار يعني؟ لازم. النهارده حضرتك الجوافه موجوده 12 شهر في السنه. احنا كده بنهزر. البطيخ نفس القصه، صحيح. باظت الدنيا النهارده. ده بقى في الزراعه. ما دي مشكله، مش الناس اللي بتشيل بقى. دي مشكله. انا استهلك. وبعدين غير كده، اما اروح مثلا اجيب الخوخ، هتلاقي الخوخيه قد كده، يقول لي خوخ سكري ما اعرفش الكيلو بكام. يعني هو الخوخ اصلا الستاندرد بتاعه قد كده، انا اجيب الحجم الكبير دوت؟ ده يعني ده ارتفيشال، ده مش طبيعي، مش شغل ربنا. نعتمد على كل ما هو طبيعي. دي نقطه مهمه جدا. النقطه دي مهمه جدا. يعني معلش هسال فيها. اتفضلي. معظم بيوتنا يا دكتور بنشيل الخضروات، حتى مثلا في حد عندها ابنها مسافر، حد فبيشيل له مثلا خضار ما كانش بياكله، الطماطم بتتعصر وبتتشال، حاجات كتيره، البسله، الفاصوليا، الحاجات دي. حضرتك بتقول ان هي مش هتكون، يعني مش هتكون فيها فايده. لا، هي مش هتكون فيها فايده، هي هيكون فيها ضرر. انا قصدي بقى ايه الضرر بقى؟ لا، ضررها حضرتك، اما ربنا عمل الغذاء الفلاني ده في الوقت الفلاني في المكان الفلاني مناسب ليه. حتى المكان بيختلف. يعني يا فندم على سبيل المثال، اما حضرتك تروحي مثلا شرق اسيا او جنوب شرق اسيا، هتلاقي اصناف فواكه مش موجوده عندنا. احنا ربنا ما ظلمناش انه ما جابهاش، وما ظلمهمش ان ما جابلهمش ميه النيل فبدل لهم، وهكذا. ولذلك اما نسافر مكان ناكل اكله بنفس مواعيده، لان ده مناسب لدرجه الحراره بتاعه البيئه، مناسب لنوعيه البكتيريا اللي موجوده في المكان، مناسب لكل حاجه فيها. طب والناس اللي بتجيب لحوم وبتجيب فراخ وبرضه بتشيلها يعني في اللحوم والفراخ ما فيهاش مشكله.
تقعد قد ايه الفقير؟ اللحوم لو متجمده تحت ناقص 40 تقعد سنه. سنه مفيش مشكله. ولو ناقص 18 ماكسيموم عندنا 3 شهور. لو ناقص 18 اللي هي درجه حراره الفريزر. امال هي ايه؟ ما هي لا ناقص 40 دي المجمدات الكبيره. دي لازم تقعد سنه في المجمدات الكبيره اللي بتكون ناقص 40 درجه مئويه. ايوه. انما فريزر ثلاجه او الديب فريزر بيبقى ناقص 18. فهو ده ما فيش مشكله، لكن المشكله في الخضروات الموسميه. كل حاجه في وقتها. ما تباهاش ان انا باكل المانجا في عز طوبه في يناير وفبراير. غلط، مش صح. مش صح، هي معموله في الوقت ده. معموله في الوقت ده لان حضرتك الخضروات والفاكهه برضو اللي احنا مش واخدين بالنا منه. الخضار والفاكهه هي كائن حي. واي كائن حي زي ما له جسم مادي له جسم اثيري غير مرئي. ده اللي كتير مننا ما بيتخيلوش. سبحان الله. بدليل يقول لك الشجره بتحس بيك. النبات مش عارف اما تيجي تلمسه يتكسف. سبحان الله. اذا في جسم غير مرئي. وده اللي وضحه علم اسمه هوميوباثي. بس احنا ما بنقراش كتير. ايوه. ما بناخدش بالنا يعني. او ما عندناش وقت. صحيح. لان قاعدين على التاب والموبايل وقاعدين بنلعب، مش مشكله. مش مشكله، بنخش مسابقات. المهم. فانا باكل الشيء، انا باكل الجسم المادي. انما مش واخد بالي ان انا باخد جسم اثيري. كمان. يعني بالبلدي زي ما بيقولوا ايه؟ في روح. بس هي طبعا مش روح. انما خلينا نقول جسم غير مرئي، جسم اثيري. ده له تاثير على الجسم. انا لما باخد جسم الانسان، انا لما باخد الحاجات دي في الوقت الفلاني ده، سيبك من الفيتامينات والمعادن والالياف والمركبات العضويه. انما في انزيمات، في هرمونات، في حاجات نادره، في حاجات قد نكون احنا لسه ما عرفناهاش. سبحان الله. يعني لازم تكون طازه. بالظبط كده. وتكون ايديال، وتكون حجمها منطقي، ولونها طبيعي، وقوامها طبيعي. ما افرحش ان الخيار جاي لي البيت جميل وسرح وشيك قوي كده ومنظره عاطفي. لا، انا عايز الخيارايه الجعرانه البلوية. بالظبط. هو ده اللي بيقولوا عليه البلدي. خيار بلدي طبيعي. الفلفل نفس القصه. الطماطم الشيك اللي تحب تتصوري جنبها. ده مش منطقية. أين الكلام ده؟ لكن الطماطم ده؟ إيه، تكون صغيرة مثلا؟ تكون الطماطم الطبيعية. ده حضرتك حتى الطماطم البلدي طعمها مختلف. طعمها تحس إنها فاكهة مش خضار. طعم طماطم مش موجودة يا دكتور. مش موجودة. بالظبط كده. مش موجودة. بالظبط. كان زمان حضرتك الخيارة أما تقطميها تشملها ريحة من بعيد. أيوه. النهاردة القصة اختلفت. عشان كده أنا محتاج أرجع آكل صح لو بدور على صحة. الكلام ده موجود فين؟ موجود. موجود في بعض أسواق، بس أتعب نفسي وأنزل أجيب الكلام ده لو أنا حريص. إيه دي النقطة؟ طيب معلش. اتفضلي. يعني سؤال الخضروات ده، لأن أكيد ناس كتيرة مهتمة. أنا دلوقتي لو أنا هجيب الخضار طازة مثلا، يعني لازم يتعمل في قد إيه؟ يعني يكون مثلا مر عليه يوم، يومين، ثلاثة؟ سؤال رائع، أشكر حضرتك عليه يا دكتورة. الخضروات الورقية بوجه عام، سواء بقدونس، سواء فجل، سواء سبانخ، سواء خبز، سواء ملوخية، عمرها 3 أيام بس، من ساعة ما تتقطع من الغيط. يا خبر. يعني لو انا اشتريتها مثلا دي بقالها يوم او يومين. بالظبط كده. انا مش عارف هي اتشالت امتى من الغيط وتعرض السوق امتى. وعلشان كده بنقول دعوه للجميع، من فضلكم يا مستهلكين، يا مشاهدين، يا مستمعين، يا قراء، ارجعوا الى النظام القديم، اشتروا على قد الاستهلاك فقط. طب بقى 3 أيام يا دكتور يجرى بقى 3 أيام؟ أيوة. خلاص، هي اصلا ما عادش ليها لازمه، ملهاش قيمة، ملهاش فايدة. ملهاش قيمة، ومن الممكن يكون ليها سلبيات. لأنها في النهاية خضر ممكن يكون مرشوش. أنا هدخل نفسي. طب الخضروات التانية بقى اللي هي بنطبخها؟ جميل. حاجة زي البسلة ممكن عمرها يمتد إلى 7 أيام بشرط مراعاة شروط التخزين. تكون موجودة في ثلاجة. تكون موجودة في مكان قابل للتنفس. يعني ما احطهاش في الشنطة البلاستيك اللي جاية لي بيها واقوم عائد الشنطه وحاططها في الثلاجه، انا كده خنقتها. اي خضار يا دكتور؟ اي خضروات عليه كيس ما ينفعش، فعلا بيبوظ بسرعه. ما لازم. بيتخنق، لان ده كائن حي محتاج يتنفس. ولذلك الخضروات الورقيه الخضراء بنقول لست البيت من فضلك
هاتي زي ايه فوطه منديه بسيط وحط فيها الخضار كده ولفيها بيه هتقعد معاكي وقت مش بطال قبل ما يتغسل قبل لا يتغسل كويس ويتغسل ويتشال بالظبط تشال في الفوطه واشيل الشيء مغسول والخضروات كلها ممكن تقعد كام يوم بالزبط. لو هي فيها تهويه عندي قصد بالظبط كده بصل الى 7 ايام تمام. لبعض للخضروات غير الورقيه تمام في حاجات تانية فتره تخزينها اطول اللي هي الجافه او نسبيا نسبه الرطوبه فيها منخفضه زي القلقاس زي البطاطس وهكذا تمام اخر حاجه كده احنا خلصنا صحيح الخضروات اللي بتتباع معبقه يعني انا شخصيا ما برجحهاش تمام لسبب بسيط جدا عايز اقول لست البيت انت ايش ضمانك ان الملوخيه اللي انت هتشتريها مجمده او مجففه اتغسلت ورقه ورقه هي عمرها ما تتغسل ورقه ورقه حضرتك بس اللي ممكن تغسليها ورقه ورقه جوه بيتك لانك حريصه ان ما يجيلكيش ديدان لا انت ولا اولادك صحيح او مشاكل خطيره المواد الحافظه يا دكتور وزائد المواد اللي بتضاف عليها عشان تستنى خضره واخده بال حضرتك تمام وهكذا والباقي نفس القصه اكيد نفس عشان كده اعملي حاجتك بنفسك وهاتي على قد استهلاكك بس وهكذا. ربنا يكرمك يا دكتور يعني وينفع بيك ويعني النهارده افدتنا كتير ربنا يبارك في عمرك وصحتك يا رب تسلمي يعني اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا النهارده عندنا معلومات كتير قوي مهمه في حلقتنا النهارده يا رب تكونوا استفدتوا منها ويا رب نعمل بكل نصايح الدكتور مجدي النهارده في حاجات مهمه جدا المفروض ان احنا نتعلمها ونعيها ونقولها لغيرنا ده اللي دايما بقوله لحضراتكم لازم كل الناس تعرف ده علشان فعلا نتعلم ويبقى فيه عندنا وعي احنا بناكل ايه وبنشرب ايه انا بشكر دكتور مجدي نزيه رئيس وحده التثقيف الغذائي المعهد القومي للتغذيه وما تنسوش اعادتنا ان شاء الله السبت الساعه 12 ظهرا واترككم في رعايه الله وامنه تصبحوا على الف خير.